Rahmatullah Barakatuh. You know, I know I'm doing a whole bunch of memory videos. This is give you an idea about what I was doing in the past and everything. So this next video is going to be about when I was doing a courthouse for Muslims. And I'm actually inside of a courthouse. It's, you know, pretty funny and everything. I made a lawyer and all kinds of stuff. Jacqueline was the lawyer. And the thing is, she actually went to law school. Just on Muslims, you know, bad behaved Muslims. That was debating, because I was against debating at first. But I ended up becoming a debater myself. Because I kind of know what y'all are coming from. So it's just funny. Alright? Asalaamu Alaikum. Asalaamu Alaikum. Rahmatullahi Barakatuh. Alhamdulillah. Alright, man. We got a problem here, man. We got somebody debating our religion. And, you know, from what I heard, you know, we're not supposed to debate it. You know, I made you the lawyer, you know, and, you know, you tell me why he needs a chance or whatnot. So, for some odd reason, he doesn't know how to play videos, or he can't play videos or something like that. But I'm trying to bring peace into Islam. I got taught peace. I don't know where everybody's talking about. You know, these are things that we need to talk about. You know what I mean? I need to understand these things about beheading, smacking your wife and stuff like that. Which I got some education behind it, but, you know, I'm going to create a group, you know what I mean, about peace, just with Muslims only. You know what I mean? Doesn't matter which Muslims or anything. You know what I mean? It's just with Muslims only. We need a group like that. You know what I mean? So we can start spreading love. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن
فمن يأتيكم بماء